وصل إلى مملكة البحرين اليوم فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة للمشاركة في الدورة العادية 33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي تستضيفه مملكة البحرين، حيث كان في مقدمة مستقبلي فخامته سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة. كما كان في الاستقبال سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد آل خليفة والسفير الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية والسفير وحيد مبارك سيار رئيس بعثة الشرف.